ده الجزء الرابع من الليكتشر بتاعت النهاردة، اللي هي ليكتشر 4 والأخير. نمرة 15 اللي هي الموديل. لو انا بتكلم ان انا استخدمت موديل موديل ستادي، طب ايه تايب اوف موديل؟ هل هو ديسيجن تري؟ هل هو ماركوف موديل؟ وايه هي الاسامبشنز اللي انا استخدمتها علشان ابني عليها الديسيجن اناليتيكال موديل بتاعي؟ نمرة 17 ابتدي اشرح كل الحاجات، كل الميثودز اللي انا استخدمتها عشان اعمل الايفالويشن. فلو هي لو الداتا مثلا ما كانتش نورمال ديستريبيوشن تايب وسكيود، طب انا عملت ايه عشان احولها لنورمال؟ هل حولتها لللوج الفاليو، ولا عملت ريجريشن اناليسيس؟ عملت ايه اكستراپوليشن؟ طب انا جبت البولينج داتا ازاي؟ كل دي نقط. عملت كوركشن، هاف سايكل كوركشن، ودي دي هيبقى اكتر باينه في الموديلنج مع دكتوره جيهان، لانها دي كلها ميثودز بتابلاي اكتر للموديل. لو انا بتكلم على ستادي عاديه، ببتدي اتكلم على الهيتروجينيتي اوف سبجكت، يعني الناس اللي انا في الستادي بتاعتي دول هل هم كلهم مختلفين عن بعض ولا قريبين من بعض؟ والحاجه الثانيه نسبه الانسرتينتي ايه بالنسبه للانفورميشن عندي. في الريزلتس ابتدي اقول كل البارامترز او الفاريبلز اللي عندي والفاليوز بتاعتها والرينج، واذا كان في كونفيدنس انترفال، والديستريبيوشن بتاعها كان ازاي، وابتدي احطهم في تيبل لكل الانفورميشن دي، وبعدين احسب المين فاليو بتاع الكوست والمين فاليو بتاع الاوتكم، وبحسب الايسر في الاخر اللي هو الانكريمنتال كوست في الريزلتس. دي اكزامبل لها مش هنتكلم فيها دلوقتي، بس ممكن تقروها. بيزيكلي بتقولها، بنتكلم على ان هي ايه هي الريسورسز والكوست في التيبل، موجود كلها الانفورميشن البارامترز اللي انا استخدمتها. باين ابتدي اقول بيزها البارامتر ده ايه هي اللايف اكسبكتنسي كانت كام، والكونفيدنس انترفال قد ايه، والديسكاونت ريت لو انا استخدمته، والاوفرول كوست. طب والافكتفنس كان الفاليو بتاعها قد ايه بالكونفيدنس انترفال، واي انفورميشن تانية طلعتها في الريزلتس ريجاردنج الكوست. نقطة تانية في الريزلتس، لازم نوضح جدا الانسرتينتي بتاعتنا، بمعنى ايه هي الحاجات اللي ممكن يكون فيها الاسامبشنز مش مظبوط، او ان هو السامبل الليميتيشن، بمعنى ان هو في نسبة شك في البيانات ديت قد ايه ديت. فلو هي سنجل ستادي، نبتدي نقول ان هو السامبلينج ده ممكن يكون دخل ايرور قد ايه، او عمل اندر استيميشن او اوفر استيميشن للانفورميشن. مش بس كده، الديسكاونت ريت دخل، احنا بنحسب ديسكاونت ريت، طب هل ده ممكن يكون قلل الاستيميشن بتاع الكوست او قلل او زودها؟ الستادي برسبكتيف غير، ممكن يكون افكت ازاي؟ كل دي حاجات اللي هي بنسميها انسرتينتي، اللي هي تداخلات في الريزلتس اللي ممكن تخلي ان الريزلتس دي مش 100% اكيرت. النقطة التانية، لو هو بقى بنتكلم على اتس موديل، لازم اتكلم على الانسرتينتي دي بالنسبة للبارامترز اللي انا دخلتها والستراكشر بتاعه، لان في الموديل لما بنعمل ستراكشر بنحدد مثلا الهيلث ستيتس، ما بتبقاش accurate 100%، بيبقى فيه probability وممكن في range لها. فده كله بنبتدي نشرحه في اما بنيجي نوضح ايه نسبة ال uncertainty اللي في study. دي examples برضو ايه يعني هتقروها، ولو في حد عنده سؤال عنها ممكن يسألني. وزي ما انا قلت دي موجودة في ال task force ال published report اللي نقطة مهمة برضو. بنتكلم على الهيتروجينيتي، اما السامبل بتاعتي المفروض انها تكون as homogeneous as possible. يعني ايه؟ يعني كلهم الى حد ما عندهم المين كاركترستكس. لو في اختلافات او في
يبقى يستحسن ان نعمل لهم سب جروبس. فهنا بنتكلم if applicable we have to report the difference في الكوست والاوتكم والكوست effectiveness that can be explained by variation between sub groups of patient with different baseline characteristics. يعني زي ما قلنا مثلا diabetic patient الناس اللي عندهم من 30 ل 40 غير الناس اللي عندهم من 40 ل 50، وبالتالي ان الاوتكم والكوست هنا هيختلف عن الاوتكم والكوست كده. فبنعمل سب جروبس سب جروبس ونبتدي نقول ان كل سب جروب مختلف قد ايه عن الجروبس التانية، لان لو حطيناهم كلهم على بعض ممكن يدايلوت الفاليو بتاعها. في الديسكشنز بنبتدي نتكلم على كل الريزلت اللي لقيناها كومبيرد للببلش ليتريتشر قبل كده، ونبتدي نقول هل ايه الليميتيشن اللي عندنا بالنسبه للستادي بتاعتنا، وهل الستادي دي ممكن تبقى جنرالايزد لاذر بوبيليشن ولا فيري سبيسيفيك للبوبيليشن دي. دول اكزامبل، ده اكزامبل تاني للليميتيشن زي بنكتب ايه في الليميتيشن. اكزامبل هل جنرالايز ولا لا، وديت الاكزامبل الثالث اللي هو هل الريزلت بتاعتنا طلعت شبيهه بالكرنت نوليدج ولا اختلفت. فدي مهم جدا ان هو لو هي ماشيه مع الكرنت نوليدج فبنقول والله ان الريزلت بتاعتنا دي طلعت شبه الاستاديز اللي اتعملت قبل كده ودي بتؤكد النتائج، ولو طلعت مختلفه لازم نقول ان هو طب هي مختلفه ليه، لازم ندي اكسبلينيشن لها. دي كلها examples ان ازاي نكتبها ان هما اذا كانت following it or not. دي يعني انا حطاهم هنا مجرد explanation للpoint، فلو هو حاسس ان point مش واضحة ممكن تقراها كexplanation، وممكن لو حد محتاج اي سؤال فيها يسأل. اخر نقطتين لازم نتأكد منهم في الستادي، ايه هي source of funding، مين اللي دفع to cover الستادي ده، وهل في conflict of interest ولا يعني في affiliation مع الشركة مثلا اللي بتبروفايد الدواء، هل في affiliation مع مع institution ولا حاجة من مصلحتها انها تبقى مع نتائج positive او مع نتائج negative، لازم نحددها. وده كده يبقى احنا غطينا ال 24 نقطة. ولو قريتوها كده هتبصوا تلاقوها ان هي كلها بيزيكلي بتغطي الاسئله اللي احنا سالناها في الاول اللي هي ال 10 questions الاساسيين، بس in the form of a checklist لكل جزء من الستادي على حسب التقسيمه اللي هي introduction methodology designs and results. يبقى احنا النهارده كده او المحاضره ديت اتكلمت على ايه هي ازاي ايه الحاجات الايشوز اللي موجوده في الايكونوميك ايفالويشن ان جنرال، وايه النقط المهمه ان انا اقدر احدد بيها اذا كانت الاستادي دي كويسه، او ان انا احدد بيها ازاي اعرف عن استادي كويسه. ممكن استخدم التشيك ليست اللي هو تشيرز، وده بيديني سبيسيفيك بوينت بالظبط عشان اقدر اقيمها واشوف اذا كانت دي تفيد وفايدتها ايه للديسيجن ميكر، واقدر اعتمد على النتائج بتاعتها ولا لا. النقطه الاخيره اللي كنت عايزه اقولها ديت كمان، ده ستادي يعني طبعا في السنين اللي فاتت يعني لو كان الامور عاديه وما فيش كورونا كنت الستادي دي بتبصوا عليها وبتحاولوا تو ايفالويت يوزنج التشيرز تاسك فورس. هبعتها لكم كبي دي اف، ويا ريت تبصوا عليها وتشوفوا اذا كان تقدروا فولوينج الاسئله بتاعه تشيرز ممكن تردوا وتشوفوا اذا كان تو ايفالويت ان اساس الستادي دي كويسه ولا. اخر نقطة عايزة اتكلم عليها ان هي حاجة تانية ممكن تساعدنا كمان وانا بعمل الايكونوميك ايفالويشن، او لو انا ديسيجن ميكر وعايزة ابص على ايكونوميك ستادي واقول انا اخد ستادي ولا لا، انها تو فولو الايكونوميك ايفالويشن جايد لاينز اللي كل بلد عملتها. مصر عندنا احنا ايكونوميك ايفالويشن جايد لاين اللي هو علشان تو فولو لو انت عايز تقدم ايكونوميك ايفالويشن لدواء لهيئة الدواء او للوزارة، مش عارفة دلوقتي هي بقت اسمها ايه، ولكن بتقدم للهيئة الدواء المصري متهيألي دلوقتي قبل كده لوزارة الصحة، ان هو
لو عايز تعمل ايكونوميك ايفالويشن لازم البوينتس دي لازم تكون موجوده، لازم تكون حاسب مثلا كوالي، لا لازم تكون حاسبها بالناتشرال يونتس. فبيبقى في جايد لاينز كده ان هم عايزين استادي بالشكل ده، ده مش بس لمصر، دي في بلاد كتيره جدا، وفي داتا بيس لكل الايكونوميك جايد لاينز دي، ممكن تشوفوها على الويب سايت بتاع اسبور. ده بيبقى شكل الايكونوميك جايد لاينز، فيه الايتمز الموجوده فيه، وهل وايه الحاجات اللي هي سجستد ان هي تتعمل.